بسم الله والله أكبر كبيرة سبحانه بكرة وأصيلا. نرجع للآية 90 من سورة يونس عليه السلام. وجاوزنا أي أنقلنا ببني إسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا بغاة ومعتدون حتى إذا أدركه الغرق أي التفت عليه البحر الأحمر قال آمنت أنه لا إله إلا الله اللحظة الأخرانية آمن ما سبق هذا الأمر ما قال الأخوان الكريمان عليهم السلام فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم وقت آمن لحظة ليك ولكن مش فيده وتو ثبتوا علاش ما تفيدوا إلا في حاجة بسيطة جدا فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا وأعرف شمعناه قائد وجنده بغاة ومعتدون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا أي أكد هذا آمنت جلسكم بيك كونفوكي باركوا أنه لا إله إلا الذي آمنت ببنو إسرائيل ما قالوش ياهو ما قالش الله آمن كما رأى أنه يؤمن بآلهة ولا إله بني إسرائيل قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت ببنو إسرائيل وأنا من المسلمين وزاد حط روحه في جملة المؤمنين وغلط هو طاغن وما أريكم إلا ما أرى كما نتنياهو قال للشعب والجند ما فما صحيح إلا أنا يعني علاش استولى على الشيطان حتى ما شال في باله اللي هو القائد وكما تقول أنت شمشون بني إسرائيل بطل للشامبيون تاع بني إسرائيل ماشي في باله خاطر ضربته ضرب من ضربه نوع نادر جدا من ميغالومانيا جنو العظمة هذا هو الكلب نتنياهو احنا عارفين ما قالوا شنو الا اذا كان قدر ربي يتوب وبعد يعلي اسلامه وقتها ربي يمحيله ما مضى من سوء افعال وهذا مستبعد والله اعلم احنا لا نعرف الغيب وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق خذاه الماء واللي خذاه الماء انتهى كيما وقت طوفان اللي وقع في عهد سيدنا نوح عليه السلام على حساب قومه اللي آمن حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين مسألة لك كما تقول الأغلبية الساحقة قالك احنا مسلمين وخير منكم كما نحن أهل القرآن حق في حق أهل القرآن قال أهو خير منكم هل صدقهم تلموا من الكذاب كما تقول أنت الفساد وأنا من المسلمين الآن ربي سبحانه وتعالى يرد عليه الآن آية 91 الآن وقد عصيت قبل تيجاتك فترة قام الأخوان الكريمان عليهم السلام عليهم السلامي أنت تماديت طغيانك وتوعد وتخلف وجات 9 آيات ومرة ترخ ومرة ترجع لسيرتك الأولى وعلم مجال قال من في الآية دي 91 الآن وقد عصيت قبل أي في سابق أيام وكنت من المفسدين وشأنك الوحيد هو الإفساد تتم قلت ما أريكم إلا ما أرى فري فيهم الصالح ولا الإفساد طالح لا قالوا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين مش من المسلمين
حقيقة يا ناس، يعني راكم مسلمين مفسدون، لا إسلام لكم ولا رعاية إسلام فيكم. نعود إن شاء الرحمن.